الشغل اللي احنا عملناه دوت يا استاذ ابراهيم، احنا اللي يعني خليني اقول لحضرتك برضو ان اللي احنا بنعمله ده، ده ايه ده؟ ده شغل جوه البيوت بعد ما شلنا البيوت، احنا بننزل نلاقي البيوت بالطوب اللبني يا استاذ ابراهيم، والسقف بتاعه قش وخوص ومطر حبة نازل مطرة وتراب بتنزل عارف الناس عارف. والناس لو عندهم، لا مؤاخذة يا استاذ ابراهيم، لو عندهم جاموسة مثلا فهي دي راس مالهم، وعندهم أوضة متسقفة كويس يحطوا الجاموسة في طبعا الحتة ده اللي اللي متسقفة، شايف وهو الشارع ده يا استاذ ابراهيم في نعم حضن الجبل، مخرات السيول كانت زمان معدية هنا بتيجي بتدمر كل الكلام ده، كان بالطوب اللي يقع ويروحوا عاملينه تاني ويعملوا خيم ومش عارف ايه. فروحنا جايين في القريه اسمها، دي قريه اسمها اولاد يحيى، اولاد يحيى دي سوهاج. في سوهاج في مركز دار السلام، يمكن بتبعد عن سوهاج كمان ساعتين كمان، يعني يا ربي بتخش على قنا، يا ربي واخد بال حضرتك. رحنا الحمد لله، نزلنا اول زياره لقينا فيها 42 بيت كلهم مهدمين، كلهم بيقول لك المطر بيبهدلنا. انا عاوز احكي لك قصه، ده البيت بعد ما تم بناءه الله والدهانات، ده الله كسر الأرضية سيراميك إيه ده الارضيه. الله عاوز اقول لك والله بعد ما خدوا البيوت يقول لك واقفين يعيطوا يقولوا احنا هناخد البيوت دي ببلاش، انتوا سيبوا لنا البيوت دي مش تاخدوا فلوس. اقول لهم والله يا حاج احنا ما ناخد ولا جنيه، ولا الجمعيه الشريك الرئيسي اللي شغال في التنفيذ، يعني احنا معانا بصراحه الفريق جمعيه الاورمان كلهم هم اللي بيقوموا بالبنى والهد ومعانا جمعيات اخرى، يعني انا معانا اكتر من 6 جمعيات شريكه وبعض الشركات ورجال اعمال. وكل واحد في مجاله بقى يا استاذ ابراهيم، يعني حد مثلا بتاع محو اميه يقول لي بس انا مش هعرف اديك فلوس، اقول له حلو انت بتعرف تعمل محو اميه، ما تيجي بالظبط نعمل ال 50 قريه دولت ممحو بلا أمي. اميتهم. حد يقول لي دكتور جمال شيحه، هو الرجل بادر واتصل بنا في احدى يا جميل الحلقات وقال انا معاكم، فقال يلا نعمل يا جماعه ال مسح 50 قريه دولت مسح ليهم عشان يبقوا مستقبلا خالية معقوله من خاليين فيروس. من فيروس سي. يجي حد زي مؤسسه اسمها المسلماني الخيريه بتاعت احمد المسلماني، زميلنا وصديقنا احمد المسلماني، بتعملي ايه يا مؤسسه المسلماني؟ قال لك لا انا ما بشتغلش في تنميه قرى، انا بشتغل في المدارس المدارس رفع كفاءه المدارس. يا اقول له حلو هلالي تعالى تعالى في المدارس اللي ارفعها جوه يا ال اخويا 50 قريه. ارفعها. النهارده واحنا في وزاره التضامن قال لك ايوه احنا ما بنعملش تنميه قرى، احنا بنعمل معاش اجتماعي لغير القادرين. بطاقه اهلا تمويليه وسهلا وبنعمل تعالى بسرعه. اذا برنامج انت قادر ان انت حلتها مجرد كلها، تشبيكه الناس ديت جمعت مع بعض بدل ما جمعتها كل واحد جزر نائية جزر منعزلة وكل واحد يعني بيشتغل في مسار غير التاني، ما تيجي نشبك كل ده مع بعض ونعمل حاجة كويسة. وقادرين والحمد لله، يعني يجب أن نشير هنا إلى فكرة الدعم اللي احنا خدناه من اليوم الأول، وهو دعم لعل إخلاص النية اللي ربنا سبحانه وتعالى حبانا بيه، هو اللي خلى إن أول ما تطلع اسمعونا فبص تلاقي رئيس الجمهورية طالب يقعد معانا، وان احنا واحنا راجعين في طريق اسيوط الغربي وراكبين الميكروباص وتعبانين جدا ومفيش حاجه في دماغنا غير ان احنا بنقول الحمد لله على الناس على اللي احنا الدعوات دخلنا، اللي انت الدعوات اللي خدتها وانت خدتنا موجود في والفرحه القاعه. والابتسامه، وناس مننا جالها ضربه شمس من كتر الوقوف في اليوم دوت، بس فجاه حد يروح فاتح الفيسبوك ويلاقي تهنئه من الرئيس وشكر وتحيه مرسله منه الى شباب مبادره اسمعونا. هل احنا بنعمل ده عشان الرئيس يدينا تهنئه؟ لا، احنا بنعمل، في ناس بتعمل ده عشان لوجه الله تحسن علاقتها بالدوله، احنا لوجه بنعمل ده الله عشان نحسن علاقتنا بربنا. لوجه الله. فيعني احنا فخلاص يبقى كده ضمان ان الحمد احنا لله خلاص يعني. سريع ان احنا